برشلونة تختم علم كرة القدم بإعلان التعاقد مع حكيم زياش، هجوم مرعب لفريق البلوجرانا بقيادة زياش، ليفاندوفسكي، رافينيا، عثمان ديمبيلي، بيريك إمريك، أوباميانج. زياش سيكون الملك الأول للكامبينو حسب توقعات صحف بلاد الأسبان. يا سادة يا كرام، أرجوك يا مغربي يا عظيم أو أيا كنت جنسيتك إيه، تدعمني بلايك، تشرفني باشتراك، تنورني بتفعيل زر الجرس علشان كل الجديد كل الحصري يصلك أيا كنت موجود فين على وجه هذه البسيطة. حكيم زياش برشلوني يا سادة يا كرام، قدوم المغربي إلى برشلونة يعجل بخروج المغربي من برشلونة. قدوم زياش إلى برشلونة رسميا يعلن أن عبد الصمد الزلزولي ليس لدي أي فرصة تماما مع الفريق الأول، وبالتالي الزلزولي لديه 3 عروض يختار أحدهما لحمل قميصه في الموسم المقبل، عروض من ريال سوسداد، فالنسيا، فياريال. كل التوفيق للزلزولي. ولكن موضوعنا هو زياش برشلوني 3 سنوات حتى 2025 ب50 مليون يورو دفعتها إدارة برشلونة كاش لإدارة تشيلسي. أعتقد أن برشلونة حاليا يمتلك الهجوم الأقوى على مستوى العالم، زياش، ليفاندوفسكي، رافينيا، ديمبيلي. يا ساده،